هذه هي التيلي تاعنا في الهويه ان شاء الله. ونشكروا نشكروا نشكروا الوالي الوالي على رئيس الولايه، وتحيه باللومي تحيه باللومي. هذا هو غالي معسكر، مبروك عليه الطلعه. مبروك لانصار شبيبه معسكر وانصار صغير السن وكبير السن وشيوخ واطفال ونساء ورجال يحتفلوا بهذا الحبل الكبير لمعسكر. مبروك علينا الطلعه ان شاء الله، والعام الجاي نطلعوا ان شاء الله. لاصونا الان رانا جايين بقوه ان شاء الله. لي زيكيب تاع الدوزيام ديفيزيون وجدوا رواحهم. الغالي ولا الغالي مازال العام الجاي يزيد يطلع بريمي ديفيزيون ان شاء الله. هذه فرحه كبيره كانوا يستنوا فيها كاع الولايات معسكر وكاع الفيلاجات وكاع الدواوي تاع ولايه معسكر اللي فرحوا، وغالية معسكر رجعت لمكانتها الاصليه. ونشكر كل السلطات ونشكر الشعب اللي ونشكر اللعابه ونشكر البريزيدون ونشكروا كاع الجمهور اللي سانده من البدايه حتى النهايه. نشكروا غالي معسكر والعوده تاع اهل القسم الوطني الممتاز، والعقوبه العام الجاي ان شاء الله. ان شاء الله نطلبوا المسائل هذو اللي غاديين يحكموها. رانا فرحانين ويفرحوا معنا كاع اللي ناصرونا من بدايه العام الى نهايه العام، وشي صيام يا عمري، ورانا فرحانين كاع ومازال نستاهلوا لاصونا ان شاء الله بربي. اول شيء نهني غالي معسكر الصعود هذا، على كل حال بلاصتها رجعت لها عاديه، سيتو ناسيونال دو ماريش حاجه كبيره. نتمنوا ان شاء الله بريمير ديفيزيون سيتو بروفيسيونيل. والنقطه الثانيه الهامه جدا نشكر اللاعبين على المجهودات اللي دارها يعني، والشعب اللي حضر تماك. بالمناسبه كذلك الانصار 5 مليار عقلوا الخير تاعهم، يعني كنت لاعب عندهم، يعني هذاك الدعم السيكولوجي للانصار تاعنا واللاعبين تاعنا، يعني تحسب كانوا يلعبوا في مدينه معسكر